اتفضل يا فندم. طب نزل عشان اشوف بقى في بداية المؤتمر قال ان هو سعيد. طبعا مش هو السعيد، هو قال اكيد سعيد باللي بيشوف في نتائج وفي اداء. كمان شيء معناه مهم النهارده نشوف عوده محمود بعد فتره كبيره جدا من عدم المشاركه، ولما بيشارك بيشارك في مباراه بيفوز فيها الاهلي، فده شيء معناه مهم جدا. شفنا تبديلات فيها اراحه لبعض اللاعبين للاكاد. عايز Well, you think, as you said, it's good to collect the 3 points of tonight, and you give the opportunity for new fresh legs for new players who was outside for a while, like Mahmoud Boutwali participate and participate and contribute in the game, win 3-1. And the sub you did, it was positive. The player will come as an input. We want to know your comment about that. No, the subs that we did tonight was not the sub to win the match. التغييرات اللي عملناها النهارده مش عشان نكسب المباراه، يعني احنا كنا كسبانين 2-0، كنا متقدمين 2-0، وده التغييرات كنا بنعملها ما كناش مضغوطين، واحنا بنعملها ما كانش عليها ضغوط. If you don't give Metuali a chance to play after such a long time on a match like this, which match are you going to give him? الماتش ده كسبانين 2-0، مش هتدي فرصه لمتوالي يلعب وياخد ثقه بعد فتره غياب طويله، هتديله امتى؟ And it's good for him and his family, he plays football now. كويس ليه ولعيلته انه خلاص بدا ياخد ثقه ويرجع يلعب تاني. سعد also give him a chance to play. وسعد برضه ادينا فرصه مشاركه سعد سمير. وحيد give them chance to play. وحيد برضه محمود وحيد. So all the subs to be honest were not the subs because we want to score. منتهى الامانه احنا التغييرات ما عملناش تغييرات عشان عايزين نسجل. We have to give other guys a chance. كنا عايزين ندي فرصه للاعبين تانيين بوعد ان هم يشاركوا ياخدوا زمان مشاركه. We've been playing 3 games in a row so the players have been tired. وطبعا عشان بنلعب 3 ماتشات ورا بعض في وقت ضيق فاللعيبه تعبانه. شفتوا شريف تعبان ازاي؟ محمد شريف مرهق يعني. Okay, he scored, but he's... هو سجل بس طبعا تعبان. So hope this break will give him a little bit of a chance to recharge the battery. هو مدي فتره البريك اللي جايه دي يتمنى فتره التوقف دي يتمنى ان هي يستغلوها ان هو يبقى فيها راحه يستريح. شريف will always score when he has opportunity. دايما بيكون بيجي له فرص بيسجل على طول.